صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت الضيافة لا تكون في البوادي والقرى إلا في البوادي. يقول: إذا كانت الضيافة لا تكون إلا في البوادي والقرى، فهل يفهم من ذلك أن من أتاني إلى البيت وأكرمته لا أعتبر مضيفا له ولا أحصل الأجر على ذلك؟ ما هو هذا الضيف، هذا يعتبر زائر، هذا يعتبر زائر، والزائر له حق. قال صلى الله عليه وسلم: ولزورك عليك حق. فهذا يعتبر زائر.